لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغي المرام من أدلة الأحكام، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب أداب قضاء الحاجة. قال: باب أداب قضاء الحاجة. وذكر في هذا الباب 17 حديثا، يعني 17 حديث. هنتناول اليوم إن شاء الله تعالى منها 5 أحاديث. باب أداب قضاء الحاجة. المقصود بالحاجة كما قال العلماء أن هذه العبارة أو اللفظة يعني كناية عن خروج البول والغائط، كناية عن خروج البول والغائط. وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته، إلى آخر الحديث. إذا قعد أحدكم لحاجته، يعني يقصد لبوله، يعني لغائطه نحو ذلك. والمحدثون أيضا يعبرون عن ذلك بالتخلي، يعني أكثر المحدثين يبوّد باب التخلي، باب التخلي. وهو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، إلى آخر الحديث. إذا دخل أحدكم الخلاء فقالوا باب التخلي. فالمقصود بهذا الباب الآداب التي ينبغي على المسلم أن يراعيها إذا قضى حاجته أو عند قضاء حاجته. أما الحديث الأول، قال الإمام رحمه الله تعالى عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، قال: أخرجه الأربعة وهو معلول. أخرجه الأربعة وهو معلول، يعني يشير إلى ضعف الحديث وأن به علة، وهذه العلة تضعفه تضعيفا شديدا، ضعفه تضعيفا شديدا، لا سيما وأن الأحاديث الثابتة كلها مجمعة على أنه صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم واتخذ الخاتم، لكن ليست فيها مسألة نزعه إذا دخل الخلاء ونحوه. فهذا الحديث ضعيف من جهة السند ومن جهة يعني المتن عند بعض أهل العلم، أن هذا كذلك مما يدل على عدم ثبوته، أنه ليس في الأحاديث الثابتة ذكر نزع الخاتم إذا دخل الخلاء. أول أدب أشار إليه الإمام الحافظ ابن حجر هنا في هذا الباب هذا الأدب، وهو إن صح أن نجعل له عنوانا، يعني عدم استحاب ما فيه اسم الله في الخلاء، عدم استحاب ما فيه اسم الله في الخلاء. هذا من أول الأدب. وإن كان قد يقول قائل: لماذا يبدأ بأول يعني حديث في الباب وبحديث ضعيف، ولم يكن أنسب أن يأتي مثلا بحديث صحيح في أول الباب ونحو ذلك؟ فالجواب والله أعلم أن هذا لأجل الترتيب، أن هذا لأجل الترتيب. وكأن الإمام رحمه الله تعالى يريد أن يأخذنا إلى الآداب بطريقة مرتبة، بطريقة مرتبة. الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة فإنه يذهب إلى الخلاء، فكأن الإمام بيبدأ من أول خطوة: إذا كنت ذاهب إلى الخلاء لا تصطحب معك ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحديث كما يعني قال العلماء فيه يعني ما يشير إلى عدم جواز اصطحاب ما فيه اسم الله سبحانه وتعالى. كالمصحف طبعا من باب أولى من كل شيء، كالمصحف فلا يصطحب المصحف ولا ما فيه الآيات القرآنية ونحو ذلك، كنحو أوراق فيها آيات أو كتب تفسير أو حديث أو نحو ذلك.
فهذا كله فيه ذكر الله تعالى. ويدخل في ذلك أيضا المسموع في العصور مثلا الحالية، مثلا كالراديو أو الكاسيت أو نحو ذلك، أو رنة التليفون اللي هي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، إن كان يظن أنه يعني يحصل ذلك في الخلاء فلا يصطحبه. لماذا؟ لعدم يعني جواز اصطحاب ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى أو اسم الله سبحانه وتعالى إذا دخل الإنسان الخلاء. ومن ذلك أيضا الأشياء المصطحبة مما هي مباحة ربما في يعني سائر الأوقات، كمثلا القلادة والميدالية مثلا المكتوب عليها ذكر، مثلا بعض الميداليات مكتوب عليها مثلا الله، لا إله إلا الله نحو ذلك، القلادة للمرأة، السلاسل ونحو ذلك المكتوب عليها ما شاء الله أو نحو ذلك، فهذا كله لا ينبغي أن يصطحبه إذا دخل الخلاء. وإن كان في الحقيقة يعني من الأفضل عدم استعمال يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأشياء، أو عدم يعني فعل أو صناعة ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى في الذهب ونحو ذلك أفضل. لماذا؟ لأن هذه الأشياء معرضة للامتهان والنوم عليها ونحو ذلك، والجلوس فوقها والرمي فوقها ونحو ذلك. يعني لما يكون الإنسان معه ميدالية مثلا مكتوب فيها مثلا لا إله إلا الله مثلا، أو مكتوب آية أو نحو ذلك، فيقوم يرميها ويرمي عليها الحاجات ويقعد عليها ونحو ذلك، فالأولى أنه لا يكتب ذلك، الأولى ألا يكتب ذلك في يعني هذه الأشياء. نعم. مع التنبيه على مسألة الميدالية، من أن الأرجح في أقوال العلماء أنه لا يجوز اتخاذ الذهب والفضة حتى في غير يعني المطاعم والمشارب، في غير المطاعم والمشارب، فإن الراجح هو النهي عن الاتخاذ والاستعمال معا، الاتخاذ والاستعمال معا، خلافا لمن قال من العلماء أنه يجوز في الاتخاذ وينهى عنه في الاستعمال. نعم. وأما الحديث الثاني قال وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. قال أخرجه السبعة. قال وعنه صلى الله رضي الله عنه يعني عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا أدب آخر ينبه إليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو الاستعاذة عند دخول الخلاء، الاستعاذة عند دخول الخلاء، هذا أدب آخر، أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء فإنه يستعيذ بالله على هذا النحو، فيقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث قال العلماء ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. وقال العلماء العلة في ذلك أنه يتعوذ بالله لأن هذه الأماكن مأوى الشياطين، مأوى الشياطين تحب النجاسة، تحب الأماكن التي فيها نجاسة. وأما طريقة هذا يعني أو طريقة ذكره لهذا الذكر، فبعض العلماء يقولون سرا، والظاهر والله أعلم أنه يجهر به، والظاهر أنه يجهر به، وإلا أنس رضي الله عنه يقول كان إذا دخل قال، فالظاهر أنه يسمعه وهو يقول. فلذلك الإنسان وهو على باب الخلاء مثلا إذا أراد الدخول يقول على باب الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهذا أدب أيضا نبوي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني حتى يقول الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه في تعليقه على
الحديث أو الشيخ البسام رحمة الله عليه يقول يدل الحديث على أن هذه الاستعاذة يحصن بها المسلم نفسه من محاولة الشيطان إيذاءه وتنديسه حتى لا تصح عبادته، كما أن الأمكنة النجسة والقذرة هي أماكن الشياطين التي تأوي إليها وتقيم فيها. وفضيلة هذا الدعاء والذكر في هذا المكان، أي فيه فضيلة هذا الدعاء والذكر، فكل وقت ومكان فكل وقت ومكان له ذكر خاص. أما الحديث الثالث، قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يقول أنس يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي. وغلام نحوي اختلف العلماء فيها، من هذا الغلام الذي كان مع أنس؟ فقيل هو عبد الله بن مسعود، وقيل أبو هريرة، وقيل جابر رضي الله عنه أجمعين. واعترض بعض العلماء وقال: لا، لا يصلح أن يكون ابن مسعود ولا أبي هريرة ولا أنس ونحو ذلك، لأن أنسا ولا أسف جابر قالوا لأن أنسا رضي الله عنه قال: نحوي أنا وغلام نحوي، نحوي يعني زيي. فأنس كان في السابعة تقريبا في هذا الوقت، أو يعني في نحو السابعة يعني، لأن الغلام يعني هو ما يترعرع يعني في سن مثلا ما بين الخامسة كده والثامنة والتاسعة والعشر نحو ذلك، يعني يقال له غلام، أو ممكن يقال لحد 14 يقال له غلام. وأما في غيره يقال تجوزا، يقال تجوزا، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غلام ابن أم عبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يقصد ابن مسعود، وكان رجلا، فهذا يقال تجوزا أحيانا، وهذا أقرب والله أعلم. إنه قول أنس: أنا وغلام نحوي، نحوي يعني في الخدمة، نحوي في الخدمة، يعني أنا وآخر معايا خدام النبي صلى الله عليه وسلم، كنا خدام النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عبد الله بن مسعود على الأقرب، لأنه مشهور بأن عبد الله بن مسعود هو حامل الإداوة وحامل النعل والسواك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. متفق عليه. هذا الحديث فيه أدب من آداب قضاء الحج، وهو الاستنجاء بالماء، الاستنجاء بالماء. وإلا فبعض العلماء قال: لابد أن يجمع بين الماء والحجارة، بين الماء والحجارة، بل بعضهم قال لابد أن يكون الاستنجاء بالحجارة، وهذا ضعيف جدا. فهذا الحديث فيه إثبات الاستنجاء بالماء، بل هو أفضل، بل هو أفضل، يعني الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالأحجار، لأنه أبلغ في التنظيف. والعلماء أيضا منهم من علق على يعني الحديث كالشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قال: يدل الحديث على جواز الاستنجاء بالماء دون الحجارة، لأن أنس رضي الله عنه لم يذكر أنه كان يحمل أحجارا معه، وإنما ذكر أنه كان يحمل الماء، والماء إنما كان ليستنجي به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيدل الحديث على جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء. وأيضا هذا الحديث فيه جواز استخدام الصغير، فيه جواز استخدام الصغير، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيستخدم أنس،
خلافا لبعض الجهلة الذين يظنون أن هذا ليس من الرحمة مثلا. لا، إنما يستخدم الصغير فيما يطيقه، فيما يطيقه، ولا سيما إن كان هذا الصغير ينتفع بهذه الخدمة كأنس. كان هذا من أعظم البركة عليه وعلى يعني ذريته من بعد ذلك، وهي خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الاكتفاء بالماء دون الحجارة كما سبق، وهو أفضل. أي نعم. وأما الحديث الرابع، قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. آسف، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. بيقول المغيرة رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. والإداوة إناء صغير من جلد يوضع فيه الماء، يعني زي إربة صغيرة كده. قال: خذ الإداوة فانطلق حتى فانطلق أعطى الإداوة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. توارى يعني غابت رؤيته، صرت لا أراه، صرت لا أراه. فقضى حاجته. هذا الحديث فيه أدب أيضا آخر من آداب قضاء الحاجة، وهو استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة. استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة، وبعض العلماء أوجبه، وبعض العلماء أوجب الاستتار عند قضاء الحاجة. ولعل والله أعلم الأمر يختلف حكمه باختلاف حال من يقضي حاجته. فإن كان في مكان لا يراه فيه أحد كالصحاري ونحو ذلك، فإن الاستتار يكون مستحبا والله أعلم. وأما إن كان في مكان يراه الناس فإنه يجب عليه الاستتار والله أعلم. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. أيضا هذا الحديث يدل على استحباب البعد والتواري عن الناس عند إرادة قضاء الحاجة، وهذا من كمال الحياء إن الإنسان يعني يتقي أن تنكشف عوراته يعني عند الناس. وإلا فبعض الناس يعني ربما يكون عنده عدم حياء في الحقيقة أو قلة حياء، فربما يكون يرى ويعلم أن الناس يرونه ويقضي حاجته، هذا من قلة الحياء. نعم. ولذلك أتى الإمام بعدها مباشرة بالحديث الخامس بروايات مختلفة له، فيه التنبيه على هذا الأدب، وهو الاستتار وعدم التخلي في طريق الناس وظلهم، وعدم التخلي في طريق الناس وظلهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. اتقوا اللاعنين يريد باللاعنين الأمرين الجالبين للعن، يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم اللاعنين الأمرين الجالبين للعن، يعني الحاجتين اللي بيسببوا أن الناس يلعنوا اللي عملهم. واللعن هنا قد يكون على حقيقته، وقد يكون على تقدير السب والله أعلم. يعني لعن الناس هنا يقصد به السب، وبعض العلماء قال لا، بل يجوز على حقيقته أن يقول لعنة الله على من فعل هذا، أن الشخص يعني اللي بيسب من المسلمين نتيجة الأذى الذي لحق به من جراء هذا الآخر الذي قضى حاجته في الموارد أو قارعة الطريق أو يعني ظل الناس أو نحو ذلك كما سيأتي، ف
فيجوز للناس عند ذلك أن يقول الواحد منهم لعنة الله على من فعل هذا، دعاء بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. يتخلى في طريق الناس يعني في طريق مطروق، طريق مطروق، وإلا لو أنه تخلى في طريق غير مطروق لا يستعمله الناس لا يدخل في ذلك، مثلا مكان مهجور ما حدش بيطرقه خلاص لا يدخل في اللعن. أما لو فعل ذلك في طريق مطروق ناس بيروحوا ييجوا فيه هتأذوا من هذا البول أو الغائط أو نحو ذلك، أو ظلهم في أماكن ظل الناس، سواء يعني ظل البيوت ظل الشجر نحو ذلك، الأماكن اللي يظن أن الناس بيستظلوا بيها، فإذا جاء وبال عندها أو تغوط عندها فهذا يؤذي الناس وعليه فيستحق عند ذلك لعنتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى المسلمين في طريقهم وجبت عليه لعنتهم، وجبت عليه لعنتهم. وده استدل به من قال باللعن على ظاهره يعني على حقيقته، إنه يلعن ويقول لعنة الله على من فعل هذا. نعم. وأما الرواية الأخرى قال وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه قال والموارد، يعني لفظ زيادة في الرواية دي، والموارد يعني اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، والموارد الموارد، وفي لفظة قال ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. البراز في الموارد، الموارد كما قال العلماء جمع مورد، وهو الموضع الذي يرده الناس كنحو عين أو نهر. الموارد المواضع اللي بيردها الناس يأتي عليها الناس كنحو عين، عين ماء مثلا، نهر صغير، بحيرة كذا نحو ذلك، الناس بيستعملوها بياخدوا منها الماء للشرب الكذا، يقوم دا يروح يتغوط فيها وكذا ونحو ذلك، لا سيما إذا كانت صغيرة هذه الموارد فهتأذى الناس بذلك. وقارعة الطريق، قال العلماء الطريق الواسع الذي يقرعه الناس، يعني طريق مكشوف أو طريق مطروق يطرقه الناس يروح هو يعمل المسألة دي فيه. والظل وتقدم. قال ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أو نقع ماء وفيهما ضعف. قال ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقع ماء وفيهما ضعف. وإن كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه يصحح هذا الحديث بيقول يعني الحديث اللي هو فيه لفظة أو نقع ماء، نقع ماء يعني كما قال الإمام أحمد رحمه الله الرواية يعني فيها قال اتقوا الملاعن، يعني رواية أحمد رحمه الله يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فيها اتقوا الملاعن الثلاث، أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به أو في طريق أو نقع ماء، أو نقع ماء. قال العلماء المراد بنقع الماء الماء المجتمع، الماء المجتمع بركة مية كده الناس بينتفعوا منها عين نحو ذلك، زي حكاية يعني الموارد الناس. نعم. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري، قال من حديث ابن عمر بسند ضعيف، يعني انه جاء عند الطبراني ايضا رواية فيها زيادة وهي الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري، أشجار المثمرة حتى وإن لم تكن يعني الناس يستظلون بهذه الأشجار لكن هذه الأشجار فيها ثمر فلا يجوز له أن يتغوط ويتبول وكذا تحت هذه الأشجار. لماذا؟ لأنه إذا سقط الثمر تلوث
وفسد واستنكف الناس عن أخذه، فبهذا يتلف مالا بغير يعني حق وعليه فينهى عن ذلك. نخلص من هذه الأحاديث الخمسة أو من هذه الأحاديث الأخيرة آسف، نخلص منها بأن هناك ستة مواضع ينهى عن التبرز فيها جاءت بها الأحاديث ويقاس عليها كل ما كان في معناها. فهذه المواضع: قارعة الطريق، الظل، الموارد، نقع الماء، الأشجار المثمرة، جانب النهري. وزاد يعني أبو داود في مراسيله من حديث مكحول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبال بأبواب المساجد، عن أن يبال بأبواب المساجد، بل في الحقيقة وسائر يعني محيط المسجد لا يجوز، لا بباب المسجد ولا بمحيط المسجد عموما، حول جدران المسجد أو نحو ذلك. فهذا من أشد ما يستحق به اللعن هذا الإنسان، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والله أمر بتطهير هذه البيوت، فيأتي هذا ويلوثها وينجسها. ولذلك هذا لعل من يعني أفج هذه الصور وأبشعها، والله أعلم. وعليه فكل ما دخل في ذلك قياسا ومعنا فإنه ينهى عن البول والغائط عندهم، ويعني لا يجوز أن يفعل ذلك. نقف على هذا القدر ونستكمل بقية هذا الباب في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.